كثير من الناس لا يشعرون بالنعمة والعياذ بالله إلا إذا زالت عنهم. ومن النعم العظيمة التي نتمتع بها ولا يشعر كثيرون بمعناها نعمة أن يكون لنا وطن يأوينا ويحمينا ونسكن إليه. فذكريات الوطن وشوارعه وحواريه وعاداته وتقاليده لا يمكن أن تشترى بالدنيا وما فيها. والأمن نعمة من نعم الله، ولن يكون الأمن ولا يمكن أن يتحقق الأمن لمجموعة من أبناء وطن على حساب مجموعة أخرى أو دون مجموعة أخرى، ولا يتحقق الأمن للوطن إلا بجهد جميع أبنائه